يعني خديجة هي انت مو هيك؟ اي نعم بابا انا خديجة. وانا اقول لحالي مني بتعرف البيت؟ طز لك عن ما اصلا انا عرفتك من شحاطة المرحومة ماما. قال بالزرابلية قال. هلا انتو عن شو عم تحكوا؟ انا مالي فهمانة شي. بعدين اختي بعدين. طيب خليني اكمل لك. لك لحظة شكرية لحظة. ايه صبحي. نحنا متفقنا نوقف المقالب؟ يا بابا اصلا هذا مو مقلب. انا ازيت حدا شي؟ لا. طيب حد اتضايق مني شيء؟ لا. شطفته مسحته كنسته نظفته قطفته قلبت من على الدرج فراني تحتاني وتسويت ولا لا؟ صح. طيب اذا مشان الاكل يعني انا اصلا ما بعرف اطبخ اضطريت احكي مع المطعم يبعثوا لنا شويه اكل. فهمان شيء ابو حمدي؟ ابدا ابدا. شكريه تعي لقلي تعي. شو بدك؟ تعي لقلي مريضه طردك لك هسه عم يوجعني مالي حسناني. ايه 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 على مهلك لك يا على عيونك. إذن هذا مو مقلب وإذا بدك تعتبره مقلب فأنا بعتبره ابتزاز. والله عرفت إنه بدك تحاكيني على الأكل. شايف أخي؟ شايف شو بحب بطنه؟ إيه روحي أختي روحي روحي سخني له في فاصولية طيبة طبختها خديجة طبخة صبحي جبناها من المطعم خلاص عم بعيونك عم نسح. لك رايحة بس لا أعرف شو اللي عم يصير. انت روحي وانا بسمع وفهمك بعدين. امري لله رايحة. لك صبحي يخرب بيتك من حالك. طيب ما عرفتك. ليه جاء مرجوعنا؟ صحيح يا بابا انت ما اذيت حدا ونظفت وجليت والحقيقه عملت كل شيء من احسنه بس كذبت كذاب.
بعترف بابا بعترف، بس هذا اسمه كذب ابيض وعن حسن نيه. بقى كذب ابيض وعن حسن نيه ها؟ ايه بابا، انا مو شفتك اتضايقت لما دريت الصبح بالتليفون انه عمتي وقعت على ظهرها من ورا شريت الموزه وكسرت عصها. عم قلت لازم اعمل شغله يعني مشان ارضيك. باش شو ما بدك اعمل فيه يعني؟ اذبحني قتلني او غصني خدني خليهم يعدموني رميا بالرصاص بالمقصله، شو ما بدك اعمل فيه؟ اذا بدك خدني على اي فرع مخابرات. شو بدي اقول لك؟ انا هالمره رح سامحك لانه ما في اذى. بس والله شو ماما عرفتني استاذ عزمي. الحقيقة يا خبيث ما عرفتك. وانتو عرفتوني؟ انا ما عرفتك. بس انا شكيت فيك من شحاطة ماما. هيدك يا ربك. شو قلت لك؟ شو اسمها؟ انا فتحي. انت صح. او صبحي عن شو عم تحكوا تتكركروا؟ حاسس حالي مثل الأطرش بالزفة. هذا يا أبو حمدي. أبو حمدي تعال أكل جاهز. بعدين بتكفي له أخي، مالك شايفه مو سامعك؟ لك عند البطون بتروح لعول. والله بيني وبينك الفاصولية ظريفة ولو أنه ناقصة شوية ملح. لما حملوني واخدوني على المستشفى قلت لهم دغري على دار الشفاء. أنا كنت بدي روح بنفس اليوم مشان أسأل هالدكتورة طلة، بس حكمة ربك إجتني هالوقعة مشان روح بسبب حاصله. قلت لحالي اجت على رجليها، وبعد ما صوروني يا اخي هالرز مو متهدي منيح. قعدت استنيت الصوره يا حزرك. مين شفت؟ الدكتوره طلع. هو انا قبل ما ادخل سالت عنها وقالوا لي مشغوله. الحاصله اختي الحاصله. بقى لما شفتها ناديت لها واخذتني مباوسه يا اخي وبالاحضان، والحمد لله ما جابت لي سيرتي اللي ببالك منه، قصدي يعني الحبس والمغفر. نوب نوب. سألتني عن رجلك قلت لها الحمد لله منيح وبيسلم عليكي. اي الله يسلمك ويسلمه. ايه كفي اختي كفي. ومن حديث لحديث استفهمت لك عنها كل شيء، ليش اتطلقت، شلون اتجوزت، ما خليت شيء ما عرفته يا اخي. وبعدين بلشت احكي لها عنك وعن مركزك، وبتعرفني انا يعني اذا قعدت لاحكي عنك شلون بحكي. المهم اختي وصليني للمفيد. شبك لك أخي مستعجل، جايتك بالحديث حسيتها مهتمة، بيّن على وشها وهي عم تسمعني. سألتني كم سؤال عنك، قلت يا بنت وشبكيت السنارة ودريو أهل الحارة، وشبكيت السنارة ودريو أهل الحارة. إيه قلبتيها ما يطلبه الجمهور أختي؟ قلت لحالي يا بنت دقي الحديد وهو حامي. قلت له والله نحن عم ندور على عروس لأخي، يعني إلك تقبرني. ما لقيتها إلا نزلت راسها. هذا خجل أخي خجل. بس ما طلبت لك ياها. ما أحلاك يا أختي تطلبيها. شو شايفني صغيرة؟ بعرف إمتى الوقت المناسب لهالطلب هذا. المهم إني عزمت على الغداء بدل هداك الغداء يلي هرب فيه ربحي من غير اليوم، وحلفت عليها يمين إلا ما تجي تتغدى. وافقت أختي؟ شلون ما توافق أخي؟ أنا شكري يا عزمي، هي بالأول تدللت شوي، تدلل علي تدلل علي، بس بعدين وافقت. هو معلشي بالأول لازم هيك يصير، لكن بعدين وافقت وقالت منه كمان بتجي بتشق عليك. وإمتى أختي إمتى؟ بيطة بيطة يا صبوح، ما بدك كلام بنوب. بس قلي من وين جبت هالفكرة؟ إلهام 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 شاهين تقبر قلبي. شو عاملة ايه؟ ارجوك قولي عاملة ايه؟ يا عيني يا قلبي. عاملة فيلم منزلين لعبي سينما الشام. يا حبيبتي اخذك تحضره حبيبي. ايوه بعايز احضره. اقتدى منك له ايه؟ لك شو دخلني انا؟ لك فهمه عم له الهام. مين الهام؟ مدفعي؟ قطار عنا فرح نعلق صواني شموع، خافا يمر بالعقد مش العقد بذموع. يا قلبي طلبك انت الثاني. لك اخي الهام الهام هيك هبط علينا. عم خطرت لي الفكره، ما شفتوا شلون الدحكه الدحكه على الدراج؟ ليك وشو صار بايدي يا اخي. عشان هيك اخذت فتحي على جنب،
ودينت منه 2000 ليرة. الله لا يعافيك العافية، ذكرته. هذا لولا الألفين ليرة تبعي أنا، تبعي أنا يعني الألفين ليرة، ما كانت زبطت. شنو؟ قال تعالجوا صواري وشموع، إن شاء الله هالجمعة على خير يا ولد. طبعاً بابا. بابا راحت عمتي وعمي أبو حمدي يشكل آسة، شكله شكل الألماسة، راحوا؟ لا عم يأكلوا فواكه، قلت لبين ما يخلصوا بنقعد مع بعض نحكي لنا كلمتين نضاف، إن شاء الله عندكم وقت بابا. طبعاً بابا. شوفوا راح أحكي بوضوح وبدون لف ودوران، اليوم جاي لعنا ضيفة على العشاء. عروس؟ يعني مشروع عروس، أو بالأصح ممكن تكون مرشحة لتكون عروس. شوفكم ليش وجوهكم تغيرت؟ أنا لسه ما قررت، لو بدي أخبي كنت مخبي عنكم. بس اللي بدي إياه منكم الأول تشوفوها إذا بتناسبنا كنا. كلنا؟ طبعا اذا صار في نصيب لازم تناسبنا كلنا، وتاني شيء انكم توعدوني ما حدا يقرب عليها او يعمل فيها مقلب، وتالت شيء يمكن ما تعجبنا لا لي ولا الكم، ساعتها بنصرف النظر عنا بدون مشاكل، ويا دار ما دخل شر. لا تطلعوا ببعض، أنا حابب تكونوا شركة معي بالاختيار. يعني ناوي ناوي بابا؟ يعني بتقدروا تقولوا هيك، بس إنا قاعدة بعد ما تروح بنتناقش فيها بالعروس من كل جوانبها. بنعرفها ولا وحدة جديدة؟ الدكتورة طلة صبحي شافها وفتحي بيعرفها. ليش ما حرمت؟ قصدي هي قبلانة؟ هي مو عارفة، بس حتى تكون دقيق أكتر عندها فكرة صغيرة كتير على الموضوع. شو قلتوا؟ يعني ما ردوا لا بكلمة أخي؟ لا أختي ما حدا حكى شي. أنت مطمن إنه ما رح يعملوا شي؟ بس أنا خايفة، خايفة ها بيبهدلوها للمخلوقة. من جهة مطمن ماري مطمن، بس أنا هالمرة حذرتهم وحكيتهم مثل ما بحاكي رجال عاقلين، مثل ما بيقولوا أعقل وتوكل. أنا رح أقبل، وإنتي لا تخلي عينك تغيب عنهم، دخلي على المطبخ ما بيدخلوا، وأنا عامل احتياطاتي قبل ما تجي. إيه الله يستر، قبل ما خلص البقدونس رح أقوم طالع اللحمة من الفريزة مشان تفك. لساكم معتمدين على أكلة فريكة باللحمة؟ إيه شكرية، إيه فريكة باللحمة وعليها قلوبات، كم صحن وقبلها دي بمشي الحال. خزيت العين حولها، أنت عينك بالطبق ودنك المنزعق، هذا اللي شاطر فيه، بتضل ساكت لتسمع سيرة الأكل. يا لطيف، قل له أخي، قل له الله يخليه، مو مشاني مشانه، هداك اليوم حللنا له قام طلع الأسيدوريك زايد عنده، شوف كرشك صار قدامك مثل البالون. من في برا؟ تا 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 لا صبحي تا انت انا تا شو؟ بابا انا بعد اذنك بدي روح عندي مشوار صغير وبرجع بسرعة ما بطول. ايه طلع بالبيت ما في، كلياتكم بالغرفة وما حدا بيطلع منا الا اذا بدي اعمل بيبي. ايوه لحظة شوي بس. شو؟ ما في طلع بدك؟ إلا إذا تعمل بيبي. آها تسمح لي بس قولي. الله يجيرنا. لك أنت ضروري تدب على الأرض مشان تسمع البناية كلياتها. لك يا أخي بشيل أوطى. لك يا حبيب قلبي الله وكيلك، أنا ما كنت سمعان دقسات رجلي. العمق شلون أبوك سمع دقسات رجلي؟ ما عم بفهم. أما شغلي الله لا يوفق يا مهند. مين مهند؟ لك مهند اللي كان مركب الشبابيك الماضيه، يخرب بيته كنا بالايدتين نسحبه للشباك ما ينفتح. ليه كلا اصبع واحد بينفتح
تسلم على بنت الجيران. رشا لوني اي اخي شلون منطق له بغي لمهند؟ شلون منلاقي حل لابوك؟ يعني نحن محاصرين ما في امل. الامل الاكل فكره منيحه. لك لا شو منيحه مو منيحه بلا منيحه منوين. لك لا شو منوين مثل شو رايكم بالمثل؟ لك يا حبيبي ما سمعتوا شلون قال دخلي على المطبخ ما بقى فيه. اذا بدكم انا لسه معي ابر. على نصك فتحي مو ناقصك انا. الابر قال حبيبي هي شغله مكشوفه بدنا شغله ما تبين اصابعنا فيها. معلش يا ربحي خلينا نمرق له اياها هالمره ومنقعد منشوفها كلنا مثل ما قال ومنطالع له فيها كل العيوب والديفوهات. اوه يا اخي سحاب بيكون ما في اذكى منك وسحاب بيكون ضاربها لخمه بتفوت بها الحيطان ما بتعود تفكر بنوب. لك حبيبي المهم لابوك هو اليوم يعني اذا قعد وحكى معه وقعدت وحكيت معه راحت علينا. هو بالاصل بده يمرق هذا اليوم. لك لا صدق ولا صدق الرأي الكل رأي الكل بيهمني انا. نحن الحق علينا نجحنا بالانتخابات لو كنا مسقطينه ما كان بيسترجي يفتح دمه بنوب. خرب بيتك من حالك لا تبلش الندب ربحي. يعني خلينا نفكر شو بنساوي. نص كيلو مسبحة متبال؟ لا ما بدي متبال بساويه بالبيت. ولا قال لك يلا جيب انا بشتغل شغلات تانية. شو في عندك كمان؟ محمرة؟ لا ما بدنا محمرة. محمدي شباب جبينا محمرة. ولا قال لك اخي غيرت رأيي جبنا محمرة معك. مع السلامة بس لا تأخر في يوم. يلا ومنكون هيك وفرنا على حالنا شغلة. ايه اختي نعم. يعني شو لازم اعمل؟ ايه على قامتي منك كم مرة صرت سألني هالسؤال لك اخي؟ اعمل لك خليك معها طبيعي حاكية حكي عادي ما فيها شي الشغلة. شباب ابو صبحي ليش وقفت؟ العار لك ابو حمدي ما بقدر ركز. بدي اسأل اختي كم سؤال. لك يا عمي يلي بيجوا احبابه بيزا اصحابه. ايه اختي يعني ما رح نحكي شي بالموضوع اليوم؟ يا مو بلا مشرمحي لك اخي. بالاول تلميحه من هون كلمه حلوه من هون شبك لك اخي. ام كنه مالك قاعد بحريم قبل هالمره؟ يلي بيسمعك بيفكرك لا لك متجوز ولا عندك ثلاث اولاد. هي صعبه شويه اول مره بس بعدين بتهون ابو صبحي بتهون. بس انت لازم تعمل مثل اللي بيغطس بالمي غمض عيونك وسد مناخيرك وسلوت فرزلتي. لا تقعد تطلع على حالك حركت ايدك قمت رجلك حكيت لك كلمه. لا احكي على طبيعتك ومعك معك ما بتشوف حالك الا وعاجبها. ولي على عيونك منلك هالحكي لك ابو حمدي ليكون عم تلحق نسوان من وراي لك مقطع. اعوذ بالله يا ام حمدي اعوذ بالله. هي انا مصيبتي اني مالي شايف غيرك بهالدنيا. كذاب شايف وشايف وشايف. اللي اوام وين وكيف وشلون عم تحاكي النسوان؟ عليم الله يا ابو حمدي ما بعرف حدا. انا كله كلامي حكي بحكي رغي كلامي يعني بلا طعمه. ابو صبحي جدي دخيلك جدي ابو صبحي. ايه شو ينجدك؟ قال يا مآمنه بالرجال مثل المي بالغربال. من هالشي في بعد ايام مالك عم تجي على الغدا كشفتك. قول اوام قول يا اما هلا بظلك عيونك قول. تا وين ماشي مثل شرط البطة؟ ما في شي بابا ما في شي بس سمعنا صوت من المطبخ رايحين لعند بيت الجيران. شو في؟ انت احكي لي شو في قبل لا تخاف قبل شو في؟ النار بين عمتك وجوزها نحن ما دخلنا. ان شاء الله بتطلقوا اول مرة بتصير معهم هالقصة بابا. يعني ما تتدخل شوف شو صاير. لك حاولت تتدخل قلعتني عمتك. انا لازم اتدخل ما في خلاص. لك تعال قول هلا بتطلقوا ولازم نتدخل. شو لك تعال قول. شو أبي شايفك عم تلبس من هلأ؟ يعني
أناقة انت معي إلا انت يا شو انت بابا فينا نحكي؟ احكوا مين مانعكم؟ يعني كنا متفقين انا وصبحي وفتحي انه انه شو؟ انه خلاص على الديسك تبعها سيدي بيضاء بابا قصدنا انه يعني يا ريت انت ضريب اجاوب يا ريت انت بابا تاجل قصه زواجك لبعد ما نخلص دراسه وفحص مشان نفضلها. ايوه مين حكى بالزواج هلا؟ هذا مجرد تعارف الكم قبلي. يعني نحن اذا ما رضينا فرضا اذا ما رضينا نحن انت ما بتوافق؟ ما كمان مو هيك لانه انتم من هلا مو موافقين شايفكن عم تنكشوا بعض. خلينا نشوفها بالاول. لك بابا من جهله شيء هذا ايه يعني لا تحكموا عليها قبل ما تعرفوها وبعدين اذا بدك ترفضوا بدك تقدموا لي سبب منطقي. انتوا معي؟ معك بابا. ولك يسلم لي هالكورس. شو اتفقنا؟ لك بابا شيلوا من راسكن صورة الخالي مرت اب وبعدين هي دكتورة واذا كنتوا خايفين من الاولاد هي ما بجيب اولاد وهي انسب وحدة لهلا انا تعرفت عليها. هي حلية بيناتنا. يا لك شكري اسمعيني جوزك عائل وما في منه مو حلو بحقكم ولك كان عتهمني وكله حكي بحكي حكي بحكي ان شاء الله بتبقى حكايه ومدري بالهواء تركني لك تركني احسن ما تجيك ضربه عيش اولاد ليش بدي احبك حتى صديق يا الحمدي مثل ما انا اخوكي كله حكي بحكي معلوم قالوا الحرامي حليف قال له نجاني الفرج والله لا نتفك بسناني والله لا ارجع عليك امك لا اله الا الله محمد رسول الله لك اتركني عليه مالك سامع عم يتبارد علي لك اتركني عليه اتركني ولك يا شكري يا علي وبعدين مسنيها براسك مين هالحمارة اللي بدها تطلع على واحد مثله كل ام حمسة وسوي لك اياه الاعور الا ما يكون ملاقي وحدة سنكوحة مالها نظر لك اخي مو مشانه مشان مصاريف اخذ الشيطان يا عبدي اخذ الشيطان يا ابو حمدي خدي غدر على مصدق وحمدي امسكه الله يلعن الشيطان وساعته ساعد غضب بس بتمشي الواحد شو بده يعمل هيك بيطلع معه والله سلامتك الله يسلمك يا عمتي لا لك ضربي على مصدقه ضربتيه على جبينه فوق عينه شو البنات عمي ان شاء الله وقف نزيف ما بهم شي طيبين يعني وسط يعني ما صار الا فجيتي حلوة منكن هيك قدام الأولاد؟ خلص عمو خلص ها إن شاء الله معافى يلا يا أولاد على غرفكن يعني بدكم مولد لترقصوا فيه يلا حصل خير حصل خير سلامتك عمي كل ما نزل جرح حط له لحسة للبنات معافى عمي سلام معافى شكرا شكرا مو حلوة هيك يا شكرية انت بتوزع على الدنيا كلها بتعملي في هيك لك عم بدك يعني اسكت له وهو راكب من بنت لبنت من وراي بجوز من الله بعد تعبي وشقاي معه يعمل معي هيك لساتها مصدقة كذبت هي الكذبة وصدقتها هلا صار يلحق بنات لك هالرجال انا بحلف عنه انه بحياته ما بيعرف غيرك مو هيك ابو حمدي انت ادرى الناس فيه يا ابو صبحي شايفني انا صار لي بدك اليوم طول النهار عندك ايه بدي اروح اشوف بنات اسمع ابو حمدي لا تتمسكل لي وتتبكبك لي يا انا يا انت بالبيت اني خيرتك فاختار هاي بيت اخي جاهز تستقبلني اخي ولو صدر البيت الك والعتبه النا
بس ما في ريك أختي. يمين عظيم يمين عظيم، يا أنا يا هو بالبيت. لا أنت يا محمدي، أنا الله بيدبرني دبر حالي. ها شفت أخي ما صدق عنده بيت تاني أكيد، هذا إذا ما كان متجوز علي. لا زودت يا كتير أختي، أبو حمدي راح ينام عندي وراح تنام عندي أبو حمدي. ها هيك عم يزف راسه. هلأ يمينا من هالموضوع، نحن ما صدقنا إمتى الولاد يسكتوا لطلعتي لي أنت اليوم لتخربي لي القعدة. هلأ شو بدي أعمل؟ لا تحكي ولا كلمة أبو حمدي، ها أحسن ما تاكل لها ضرب تاني. شوف أبو حمدي، هلأ بس تجي المخلوقة بتقعد عائل، وإذا حطينا الصفرة ما بتمد إيدك عليها وبتغطس فيها وبتبهدلنا وما بتحكي معي ولا كلمة، وبس تروح المخلوقة أنا بروح على بيتي وأنت بتبقى هون، فاهم؟ ويا ويلك إذا نسيت حالك وغطست بالأكل، وحياة المنصوبة رح تشوف مني شي ما بيعجبك وأنت بتعرفني. تقبش قلبي يا فتوح على الرأس، هي هي الأفكار النيرة. مين نيرة؟ حبيبي يعني الأفكار النيرة. بعرف إنه نيرة بس مين هي؟ لكني لك شو حلو؟ حبيبي نيرة أما لجارتنا رشا. ايه عرفتها. لكن الأفكار النيرة الأفكار. حبيبي نيرة مثل إلهام. تقبر قلبي إلهام شاهين يا حبيبتي يا قلبي يا عيني يا روحي. انت عقل عم وضرب اختار بالسكي بدل لك شغل إلهام شاهين. لك خلصت وياه. لك خلص لا ما شو ترين اخد عنه الأفلام. شفنا الرقم عم دور بسيطة، قال لي عطيني سبب منطقي. بسيطة يا عزمي مو سبب، بس بتعرف صبوح شكله حاططها براسه. لحظة شوي خليني اعرف دور على الرقم. لا وغير هي جامع عنا معلومات، قال ما بتجيب ولاد. لك شو عرفوا انه ما بتجيب ولاد؟ وشو ودكتورة ومدري يا اخي شو لك ها 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 ليكو دكتورة طلت طلايل. شو ها بيجر هذا خط عمتك دكتورة طلت طلا. بس ما تنسوا انه فكرة البيجر بفكرتي يا اخي. لك انت فكرتك. الو مرحبا خلدون، كيفك شو اخبارك خلدون؟ بدنا اياك خدمة. ايه حبيبي في دكتورة حاطة عيني على عزمي. لا شو بي عزمي ابي يعني ابي عزمي شو؟ ايه بدنا نسوسحة. لا 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 مو على التليفون، مع بيجر. ايه انت بدك الا ايه عندكم ثلاث خطوط بالبيت الله لا يهنيكم، شو بدك اكثر من هيك؟ ايه بدك الا بتقوم هي بتطلبك. حبيبي بعرف انك بتعرف تستخدم بيجر. ايه بعرف. ايه المهم شو بدك الا؟ ايوه عندكم مريض وحالته خطره. ايه كتير 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 منيح. ايه شو دكتورة شو هي؟ لا لك دكتورة شو هي؟ دكتورة ما بعرف كسورة. ايه لك هي تبع كسورة وتشبيه اشبه عظمية، دكتورة عظمية. ايوه اعتمد عليك. ها ايوه لك يلا خلصنا اخي، بدنا نحكي مع بسام مشان فهموا الموضوع. ساعة؟ ايه ساعة دي ساعة مع كلا؟ يا اخو عمدي اجت على الموعد تمام الساعة 8 ولك يا عيني عليها وعلى مواعيدها. يا اخي شو هي بكبير؟ هو بفتح لها؟ لك خليك معلك انت. اختي اهلا وسهلا بالدكتورة طلة. تفضلي تفضلي زارنا النبي والله. تفضلي روحي تفضلي.
تفضلي تفضلي روحي. اهلين وسهلين. تفضلي. الله يسلمك يا رب. طميني شلون صار ظهرك؟ ظهري الحمد لله احسن، والوجع اقل شوي، بس تقبريني عصي ما عم يكن ابدا. يا ميت اهلا وسهلا بهالطلة. اهلين وسهلين مرحبتين يا اخي. استاذ عزمي. مساء الخير دكتورة، كيفك؟ الحمد لله. طمني كيف رجلك هلأ؟ دكتورة منيحة منيحة، تحسنت صار منيحة كثير، صارت منيحة. أهلا دكتورة. أهلا. تفضلي تفضلي تفضلي. أهلا وسهلا. تفضلي يا أخي. هذا جوزي أبو حمدي، شفتيه قبل هالمرة بالمستشفى. أهلين. خير؟ شو براسك عمو؟ هذا يا ستي يقبرني إن شاء الله. أبو حمدي كان قاعد بالمطبخ، قام ما انتبه لحيز الخامة وأكل ضربة، يعني أمتي لو تشوفيه غاب قلبه ربع ساعة من الوجع. ولا علي يا أبو حمدي، يا ريت راسي ولا راسك. شكرية. نعم أخي. نادي للأولاد يتعرفوا على الدكتورة. بالله إيه على عيني. يا أولاد يا أولاد. طنطلة. يسلو بدنكم على الشوفة. هذا الكبير صبحي. اسمي صبحي، ثالث سنة بكالوريا، عمري 23 سنة، طولي 180 سنت، عيوني زرق بس هلا حاطط عدسات، بموت بالنسوان. سبق والتقينا، بس يمكن كنت مشحور شوينا هيك؟ ايه، بس ما كانت ايدي مضروبة، ليك شلون ضحكلت عن الدرج، كسر التكسير. فرجيني؟ عفوا بابا، عم تلاحظ شوي، دكتورة، حضرتك مو دكتورة؟ بوسيها بركي بتطير. هذا ربحي، هذا الوسطاني الله يسلمه. محرك الشر ربحي، 205 سنتي طول، 11 صناعة. Graduate from the High Institute of Dramatic Arts. Nalsasen Afendim, Teşekkür ederim. İyimsen nasıl? Comment ça va, mademoiselle? Ça va bien? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Ich kann nur Hunger durch die Gaine durch. Wie heißen Sie? Man will dir helfen. Garde la, خرشو خرشو. الملقب بأديسون. أيوة، أنت تبع اللحام. لو ما قلت لك دكتورة إنه كان أبوهن عم يعاقبهن، وطلعت القصة كلها كذب بكذب. وهذا صغير فتحي. اخر العنقود السكر معقود، وبحب الغنى. ايه يا راجل اللي انت ده، ايه اللي عامله لنفسك ده؟ عيب عليك بسني ده، يطلع منك كل ده. كلمني فهمني، كلمني كلم كلم كلمني، فهمني فهم فهم فهمني. بس يا ولد عرفته، مو هذا اللي ما رضي يقول له امور الدكتورة طلة؟ على رأسي. لا توخزينها دكتورة، أولادي مشكلين كورس. شكرية. نعم. ما تقومي تعملين قهوة أهلا وسهلا قبل العشاء؟ بس الدكتورة ما بتشرب منبهات، مو هيك دكتورة؟ مزبوط. شو بكرة بتطلعوا بالساعة؟ عندكم شي؟ ما في شي بابا، ما في شي، بس صارت الساعة 8 وثلث ولازم نروح ندرس. لا عادوا شوي تعرفوا على الدكتورة. ممكن استخدم تليفونكم؟ ايه حبيبة قلبي، ليكو ها هونيك. على
امي تفضلي. أنا الدكتورة طلة الطلاي. فين؟ قلي العنوان. لا ما رح أتأخر. إيه عرفته. مو في شخص بده ينتظرني عند سوبر ماركت خواشكية؟ إيه خلص خلص ما رح أطول. ماشي. عن إذنكم يا جماعة مضطرة أمشي. خير دكتورة؟ حالي مستعجلة ومضطرة أمشي. عن إذنكم. عفوا ممكن استخدم التليفون مرة تانية؟ اتفضلي حبيبة قلبي اتفضلي. شكرا. ألو ايه أنا الدكتورة طلة. طيب انقلوا على المستشفى أنا هلأ جاية. لا ما رح أتأخر. اسمحوا لي يا جماعة مضطرة أمشي. والعشاء دكتورة؟ معلشي خيره بغيره. عشقة ولا بكيت